بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلاب التعليم المدمج. إن شاء الله معاكم الدكتورة ثناء عطية، هنبدأ معاكم استكمالا لأستاذنا الدكتور عبد المنعم فليح في مادة أساسيات التكاليف. إن شاء الله النهاردة في المحاضرة الرابعة هنستكمل فيها ما بدأ معاكم الدكتور عبد المنعم في تسعير المواد الخام أو المستلزمات السلعية. هنبدأ في هذا الجزء بإذن الله في تسعير المواد المنصرفة. هنبدأ مع بعض نسترجع ما تم في المحاضرة السابقة بسرعة كده. فإحنا بنتكلم عن تسعير المواد أو المستلزمات السلعية. في تسعير المواد أو المستلزمات السلعية أنا عندي في مواد بشتريها كل ما سميناها واردة، المواد الواردة، ودي اللي غطاها معاكم الدكتور عبد المنعم وعرفتوا فيها ازاي نحدد تكلفة الوحدة الواردة والوحدة التي تدخل المخازن اللي بنسميها تكلفة الوارد. بعد كده ببدأ أصرف للتشغيل، فبيبقى عندي المنصرف اللي احنا هنبدأ منه النهاردة. عايزين نعرف كيف يتم تسعير أو تحديد تكلفة المنصرف، ازاي هسعر المنصرف. عندي مواد جت اشتريت، على سبيل المثال لو انا قلت احنا في البيت اشترينا باكت سكر في 10 بواقي 10 كيلو، فبقى ده كمية الوارد. اشتغلت طوال الشهر خدت 2-3 كيلو، ده صرفته، بيتبقى عندي في الاخر حاجة بسميها الرصيد. تسعير المنصرف بينعكس على قيمة الرصيد، فهنعرف ازاي بنسعر المنصرف عشان نعرف ايه قيمة الرصيد اللي عندي في هذه الحالة. طبعا لما نيجي نتكلم عن تسعير المنصرف وفي دورة مستندية وفي اهداف وفي كلام نظري، كل ما هو نظري انت مطلوب تقراه. احنا هنركز في محاضراتنا على الجزء العملي عشان نبدأ نعرف ازاي نتعامل حسابيا ورقميا مع هذه الاشياء. في تسعير المواد المنصرفة هنتكلم عن طرق تسعير المنصرف، وبالتالي هناخد امثلة نعرف ازاي بنسعر المنصرف. في الرصيد هيبقى عندي مجموعة مشاكل محاسبية تتعلق بالرصيد، تتعلق بيه، فهنبدأ نشوفها ايه هي هذه المشاكل وازاي بتعامل معها. هنتكلم بقى في اولا طرق تسعير المنصرف او المواد المنصرفة، عشان لما تلاقي مكتوبة كده في الكتاب هو المنصرف من المواد، اسم المواد المنصرفة. هناك العديد من طرق التسعير. انا اشتريت حاجة بعشرة، هل هصرفها بنفس السعر؟ هو ده السؤال بتاعنا. مش شرط اصرفها بنفس السعر، ممكن اصرفها بسعر اخر، ده حسب طريقة التسعير اللي انا هستخدمها. في فرق بين التسعير والصرف الفعلي. الصرف الفعلي بيتوقف على طبيعة المادة، المادة اللي قابلة بالتلف بصرف حسب تواريخ الصلاحية، حسب مثلا مادة بحبها تتخمر فبسيبها فترة او تقعد تعتق مثلا زي ما بيقولوا، فبسيبها فترة، ده صرف
يترتب أو يتعلق بطبيعة المادة. لكن أنا بكتبها بكام في الدفاتر هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. بقول هناك العديد من طرق التسعير، يتم اختيار احداها، يعني الشركة بتختار منها في ضوء مجموعة من الشروط. اول شرط او عوامل، اثر السعر على تكاليف الانتاج ومن ثم الارباح. طبعا انا ما بصرف، ده بيدخل تكلفة مواد بضيف عليها العمالة، بضيف عليها الشين شرطة او تكاليف الخدمات عشان في الاخر احسب تكلفة الانتاج. فالسعر اللي انا بصرف فيه هيأثر على تكاليف الانتاج. انا عايز تكاليف الانتاج عالية ولا عارف تكاليف الانتاج اقل؟ وبالتالي ما تكاليف الانتاج تبقى عالية الارباح تقل، وما تكاليف الانتاج تقل الارباح تزيد. ده حسب سياسة الشركة. اتنين، درجة تقلب الاسعار في السوق. لو الاسعار بتتقلب طالعه نازله طالعه نازله، ما ينفعش اخد السعر اللي موجود النهارده، لازم يبقى عندي طريقه تانية. فعشان كده تلاتة، السياسه الشرائيه للمنشاه. هل الشركه بتشتري بالطلب حسب الطلب، ولا بتشتري كميات كبيرة وتركنها عندها وتصرف منها؟ هتختلف هنا الطريقة اللي هتختارها. أربعة، معدل صرف المواد. مواد بتتصرف كتير كتير، مرات كتيرة ورا بعضها، يبقى أنا عايزة طريقة ثابتة عشان كل طريقة بيبقى لها تكلفتها. تمام. بقول هناك العديد من الطرق، عندنا طرق كتيرة. السعر الفعلي، السعر المعياري، الوارد اولا يصرف اولا، الوارد اخيرا يصرف اولا، متوسط التكلفة العادية او البسيط، والمتوسط التكلفة المرجح. احنا ان شاء الله هنتناول طريقتين. هتلاقي انت عندك في الكتاب ثلاث طرق، بس احنا هناخد اتنين. الطريقة الاول اسمها سياسة الوارد اولا، او طريقة الوارد اولا يصرف اولا، يعني بسعر بالسعر الاولاني. والطريقة التانية اسمها متوسط التكلفة. في طريقة تالتة هتلاقيها في الكتاب اسمها الوارد اخيرا يصرف اولا. دي مش هندرسها ليه؟ مش لانها فيها عيب، لا، لان معيار المحاسبة بتاع المخزون، المعيار رقم 2 لو انت سمعت عنه، ألغى هذه الطريقة. والمعيار برضو الدولي ألغى هذه الطريقة. وبالتالي احنا هنتكلم في طريقتين، الوارد أولا يصرف أولا، وطريقة متوسط الايه؟ التكلفة. في كل طريقة هنعرف ازاي بنسعر المنصرف وانعكاسه على المخزون، وفي نفس الوقت بنعرف ازاي بنحسب هذه الايه؟ القيمة بتاعتي. طيب نيجي نشوف واحد، طريقة الوارد أولا يصرف أولا، أو سياسة، البعض بيسميها سياسة، أو احنا بالاختصار بنقول الأول في الأول. طبقا لهذه الطريقة يسعر المنصرف بأقدم الأسعار، يعني بصرف من بسعر اللي جاي لي أول حاجة. يعني لو أنت اشتريت سكر النهاردة ب8 وسكر بكرة ب10، تاني يوم ب10، لما تصرف من أبو 8 حتى لو أنت خدتها ب10، يبقى ده اسمه طبقا لهذه الطريقة يسعر المنصرف بأقدم الإيه؟ الأسعار. وفي ضوء ذلك يكون الرصيد او المخزون اللي بقى عندي مسعرا باحدث الاسعار، وتلجأ الشركة
لهذه الطريقة أو تفضل اتباع هذه الطريقة، وقال يفضل اتباع هذه الطريقة عندما تتجه الأسعار نحو الانخفاض. عندما تتجه الأسعار نحو الانخفاض، يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انت النهاردة عندي سلعة سين اشتريت في يوم 100 وحدة ب10 جنيه الوحدة، وتاني يوم اشتريت 200 وحدة بسعر 8 جنيه الوحدة، تالت مرة اشتريت 150 وحدة بسعر مثلا 7 جنيه الوحدة، الأسعار شايف بنازلة. تقوم الشركة تقول ايه؟ أنا أسعر أصرف من ايه؟ بأول الأسعار عشان أخد السعر الايه؟ الأعلى. فتكلفة الإنتاج تبقى أعلى، أرباحي تبقى قليلة، مخزوني يبقى تكلفتها قليلة. عشان دايما كل الشركات بتحب ايه؟ بتحبش يبقى عندها مخزون ايه؟ كبير في هذه الحالة. أجي أطبق الطريقة دي، لما أجي أطبق الطريقة هطبق الكلام ده في ايه؟ في حاجة بسميها إثبات في بطاقة الايه؟ الصنف أو صفحة الايه؟ الصنف. لو أنت في النظرة بتقرأ، في عندي في المخازن حاجة اسمها صفحة الصنف. صفحة الصنف لكل صنف صفحة. صفحة بتتكون من ايه؟ 3 أقسام أساسية زائد 2 مساعدين. الثلاثة الأساسية الوارد، خانة الوارد، خانة المنصرف، خانة الرصيد. الخانتين المساعدين تاريخ وبيان عشان اكتب فيه. في كل خانة من دول في عندي 3 خانات فرعية او جزئية. كمية، الكمية اللي انا اشتريتها، سعر الوحدة، قيمة اللي هي حصل ضرب الكمية في السعر، وهكذا. هنا برضو كمية، كمية المنصرف، سعر الصرف اللي في ضوء الطريقة اللي انا هاخدها، وقيمة. الرصيد هو بقى الباقي، الكميات الباقية بأسعارها، وبرضو حصل ضربها يديني القيمة. تمام؟ نيجي نشوف مع بعض مثال على هذه الطريقة ونشوف ازاي بنطبق هذه الطريقة. طيب لو قلنا مثال فيما يلي البيانات الخاصة بحركة الصنف صاد خلال شهر أغسطس 2019. في 1/8 كان رصيد الصنف 1000 وحدة بسعر 10 جنيه، 200 وحدة للأمر 101. خد بالك، أنا لو عندي صنف منه مجموعة واحدة بسعر واحد مفيش تعدد أسعار، ما بيبقاش عندي مشكلة لأن هصرف منه. المشكلة دايما هنا بتظهر إمتى في هذه الطريقة؟ بتظهر عندما يكون عندي أكتر من سعر للصنف. لكن لو سعر واحد ليست هناك مشاكل في هذه الحالة. في 5/8 تم ورود أو وردت 500 وحدة من الصنف بسعر 12 جنيه. في 9/1 تم صرف 300 وحدة للأمر 201.
في 15/8 في 9/8 في 15/8 تم صرف 600 وحدة للأمر 102 في 20/8 تم وردت كمية 1000 وحدة من الصنف اللي احنا بنتكلم عنه بسعر 15. في 25/8 تم صرف 800 وحدة للأمر 201. المطلوب إعداد صفحة الصنف صاد كما تظهر بدفتر أستاذ المخازن. طبعا انت لازم تعرف ازاي بتظهر، عشان لو هيجي لك مسألة يقول لك اعمل الكلام ده هتعمله. لو هسألك بنظام الاختيارات والنظام البابل شيت اللي انت متعود عليه لغاية دلوقتي هقول لك برضو بتعمل ده عشان تقدر تعرف الحاجات اللي انا هسألك عليها. اقول لك مثلا لما صرفت في يوم 9/8 كان تكلفته ده كام، لما صرفت يوم 15/8 كان تكلفته كام، لما صرفت يوم 25 تكلفة الأمر ده كام، وهكذا. فهناخد التطبيق العادي اللي لازم تبقى عارفه، وبعدين نشتغل في نظام الايه البابل شيت برضو في كل مسألة هنقول الاحتمالات بتاعتنا. طب هنا بفرض أن الشركة أو المنشأة تتبع طريقة الأول في الأول، تمام؟ نيجي للحل. الحل هنعمل كالآتي: أدي تاريخ زي ما قلنا تاريخ العملية، أدي بيان طبيعة العملية، أدي الوارد المنصرف الرصيد. الوارد المنصرف الرصيد كمية سعر قيمة، كمية سعر قيمة، كمية سعر قيمة، تمام. ده هنا الحل طبقا لطريقة الأول في الأول. هنرجع للمثال بتاعنا. المثال بيقول لي في 1/8 كان رصيد الصنف 1000 وحدة بسعر 10. يبقى في 1/8 كان عندي رصيد باقي سعر 1000 وحدة بسعر 10، يبقى 10,000. حصل ضرب 1000 في 10 ب10,000، ده الرصيد في 1/8. بنحط الخط ده عشان ما نخلطش الايه الخانات ببعضها وتبقى واضحه قدامنا. طيب في البعض بيقول لك ممكن الرصيد اكتبه في الوارد واكتبه في الرصيد، ما فيش مشاكل، لكن هو ده الرصيد باقي من وارد قبل كده، ما وردش في هذا التاريخ. طيب في 3/8 في منصرف للامر 101. المنصرف يتكتب في خانة المنصرف. هصرف ما عنديش الا صنف واحد بسعر واحد، ما عنديش الا مجموعة واحدة بسعر واحد، يبقى هصرف منها. يبقى انا هصرف من هنا كام؟ 200 زي ما هو قال لي. هسعرهم بكام؟ ب10، يبقى 2000. يبقى باقي كام؟ خدت
من 1200 يبقى باقي 800، بسعر 10 يبقى 8000. يبقى دي العملية بتاعت 3 8، في 5 8، في وارد. الوارد دي في الوارد 500 واحدة بسعر 12، اضرب 500 في 12 يديني 6000. يبقى الرصيد عندي ايه؟ طبقا لهذه الطريقة ما بخلطش الكميات على بعض ولا الاسعار على بعض، تمام؟ لازم في خانة الرصيد يبقى عندي متفصل بقى عندي ايه؟ بقى كان عندي 800 بسعر 10 8000، وعندي 500 بسعر 12 6000. لو هنا الكمية اللي هنا كام؟ 1300. تكلفتهم كام؟ 14000. تكلفتهم 14000. وادي الخط كده بعد هذه العملية. يبقى لازم اثبت كل واحدة لوحدها، ما اجمعش الكميات في مجموع، ما اقدرش اكتب كده، ما ينفعش اكتب 1300 و14000، غلط، لازم يظهروا بهذا الايه الشكل. طيب في 9 8 منصرف للامر 201، يبقى خانة المنصرف، منصرف كام؟ 300. هبص هنا عندي الاول كمية 800، اقدر اخد منها 300 ولا ما اقدرش اخد؟ اقدر اخد منها 300 ويتبقى عندي، يبقى حصرف كده 300 بسعر 10 يبقى 3000. يتبقى من 800 دي كام؟ 500 بسعر 10 5000. وعندي برضو 500 تانيين بسعر 12 6000. يعني عندي 1000 واحدة 11000. يبقى كده بعد 9 8. طب نيجي نشوف اللي بعدها 15 8، منصرف للأمر 102. هاجي بقى هصرف اهو من هنا، منصرف كام؟ 600. حاجة اصرف هاخد من هنا كده كام؟ 500. هاخد 500، يتبقى عندي كام؟ 100. المية هاخدها من ده، 500 بعشرة 5000، والمية باتناشر ب1200. يبقى اللي اتصرف هنا 600، تكلفتهم 6200. يبقى اجي اقول لك تكلفة المنصرف في 15 8، هتقولي 600 واحدة تكلفتهم 6200. طب اللي بقى عندي كام؟ اللي بقى عندي في الرصيد 400 بسعر كام؟ 12 ب4800. ده العملية بتاعتي اللي في 15. نيجي نشوف العملية اللي بعد كده في 20 8، في وارد 1000 واحدة بسعر 15 يبقى 15000. يبقى الرصيد عندي ايه؟ 400 بسعر 12 ب4800، اتضاف عليهم 1000 بسعر 15، يبقى هنا 15000. يعني الرصيد عندي كميته 1400، قيمته 19800، قيمته 19800. ما تقدرش تقول لي سعر الوحدة كام، لأن عندي كميتين منه، تمام؟
نيجي لاخر عمليه، اخر عمليه اللي هي في 25 واحد، في عنده منصرف. طبعا انت تكملت الخانات عندك، الوارد منصرف رصيد، المنصرف عندي كمية سعر قيمة. انا عندي اللي انصرفت في هذا التاريخ 800 وحدة، صرفت 800 وحدة. ما صرفت 800 وحدة، فكان عندي لو بصينا كده كان عندي 400 بسعر 12، يبقى هاخد ال 400 دول، يتبقى من ال 800 اللي انا صرفتهم كام؟ 400 تانيين هاخدهم من ابو 15، يبقى انا في المنصرف هيبقى 400 بسعر 12 و 400 بسعر 15، يبقى هنا ال 800. قيمة دول 4800 وقيمة دول 6000، يبقى 10800. الرصيد الباقي عندي كان عندي 1000 بسعر 15، خدت منه 400، اتبقى عندي الرصيد الباقي 600 بسعر 15، 9000. ده كده بطاقة الصنف. طب انا لو ما جيتش قلت لك بطاقة الصنف ممكن اقول لك ايه بقى؟ يعني لما اجيب لك وحدتين كده واقول لك مثلا مثال كده، اذا كان رصيد المخزون في 1/8 مثلا 1000 وحدة بسعر 20 جنيه للوحدة، وتم ورود 500 وحدة بسعر مثلا 25 جنيه للوحدة، بلغ المنصرف في 3/8، طب في نفس التاريخ ده هنا كده تم المنصرف، بلغ المنصرف في 3/8 1200 وحدة، في ضوء ما سبق. واحد، قيمة المخزون في 1/8 بعد عملية الشراء أو الورود، تمام؟ هيبقى كام؟ يكون ألف ب جيم دال دال شيء مما سبق. ثلاثين ألف، 37500، 32500 لا شيء مما سبق. نيجي نحسب بقى، نحسبها ازاي؟ انا كان عندي 1000 وحدة بسعر 20، يعني يدوني 20000، تمام؟ وبعدين اشتريت 500 وحدة بسعر 25، يعني يدوني 12500، مجموعهم 32500، يبقى الإجابة جيم. 2، قيمة المنصرف في 3/8 يكون ألف 12000 ب هنا كده 24000
ألف أربعة وعشرين ألف، جيم خمسة وتلاتين ألف، دال لشيء مما سبق، ب هنحسب ب كده ونحط رقمها، خمسة وعشرين ألف. طب نيجي نشوف بقى أختار أنهي إجابة. هنشوف إحنا صرفنا 1200 وحدة، تمام؟ هناخد الألف الأولانية بسعر كام؟ 20، يبقى 20 ألف. يتبقى 200، هنبتين هاخدهم من أبو 25، يبقى 5000. يبقى مجموعهم كام؟ 25 ألف، يبقى الإجابة ب، تمام؟ طيب نيجي برضو نشوف حتة صغيرة هيجينا عليها 3 اختيارات، مثلا 3 قيمة الرصيد بعد إتمام عملية الصرف يكون ألف ألف 7500، ب 6000، جيم 8000، دال لا شيء مما سبق. طبقا لسياسة الأول والأول، أنا كان عندي 1000 وحدة صرفتهم بالكامل، يبقى مفيش منهم حاجة. كان عندي 500 صرفت منهم 200، يبقى متبقي منهم 300. ال 300 في 25، 300 في 25 يدوني 7000 و500، يبقى الإجابة ألف. أدي هنا كده لو جبت لك بهذا الشكل. لازم تتدرب على إنك تعمل الكشف بتاعنا عشان تقدر تحدد القيم اللي أنا همشي بيها في هذه الحالة. تعرف تتعود على الكشف وبعد كده تعمل هذه الايه العملية. الطريقة التانية طريقة متوسط التكلفة. طريقة متوسط التكلفة في هذه الطريقة في هذه الطريقة يتم حساب متوسط تكلفة بعد كل عملية وارد. بعد كل عملية وارد احسب ايه متوسط تكلفة بالمعادلة التالية: قيمة الرصيد الحالي قبل عملية الوارد زائد قيمة الوارد على كمية الرصيد الحالي زائد كمية الوارد يدينا متوسط السعر. يستخدم هذا المتوسط في تسعير كل من المنصرف والرصيد الباقي بعد الصرف. يعني خدنا مثال كده صغير قبل ما نعيد تطبيق على المثال اللي عندنا. إذا كان رصيد صنف ما 1000 وحدة بسعر 20 جنيه، وتم شراء
2000 وحدة بسعر ٢٢ جنيه للوحدة. يبقى هنا عشان احسب القيمة فان متوسط التكلفة هيكون كام؟ هعمل كده، قيمة الرصيد 1000 في 20، يبقى 1000 في 20 زائد قيمة الوارد 2000 في 22 على كمية الرصيد زائد كمية الوارد، يبقى هنا 20000 زائد 44000 على 3000 يساوي 64000 على 3000 هيساوي 21.3. طيب يبقى ده المتوسط، يبقى انا هحسب المتوسط هيديني، المتوسط مش 20 زائد 22 على الاتنين، لا ده اسمه متوسط حسابي، لكن هو بيتحسب قيمة الرصيد زائد قيمة الوارد على كمية الرصيد زائد كمية الوارد. طيب إذا تم صرف 1500 وحدة فإن تكلفة المنصرف تكون طبقا لسياسة متوسط التكلفة، يبقى هاخد ال 1500 أضربها في 21.3. طب لو كان طبقا لسياسة الأول في الأول كنت خدت 1000 بـ20 و500 بـ22، قيمة الرصيد بعد الصرف هيبقى برضو هضرب في 21.3، الرصيد هيبقى كام؟ 2000 و1000 3000، صرفت منهم 1500، يبقى 1500 في 21.3. العملية ده بعملها بعد كل عملية شراء، بعد كل عملية ايه؟ شراء، تمام؟ فلو احنا رجعنا للتمرين بتاعنا اللي احنا كنا خدناه، هنرجعه تاني كده ونشوف بقى. هنا كده قلنا مثال بفرض انه في المثال السابق، لو المثال ده اللي احنا خدناه اللي هو ده، هو المثال ده طبقا لطريقة متوسط التكلفة. شوف هنحسب بقى كم متوسط تكلفة هنا بعد عملية الورود دي، هنحسب متوسط تكلفة، وبعد عملية الورود دي هحسب متوسط تكلفة، يبقى انا هحسب متوسطين تكلفة، يبقى هحسب حساب متوسط تكلفة في 5 8. طيب في 5 8 خد بالك معايا بقى، بيقولي كان رصيد الصنف 1000 بسعر 10 وتم صرف 200 بسعر، بيبقى بنفس السعر، يبقى اتبقى عندي كام؟ 800 وحدة. يبقى كان متبقى عندي 800 وحدة، يبقى الرصيد كان 800 وحدة اللي باقيين في 10 يبقى 8000، واشتريت 500 وحدة بسعر 12، تمام؟ يبقى ده الرصيد هنا بعد ده مع ده كان في ايه؟ كان عندي 1000 صرفت 200، بقت بقى رصيد عندي 800 بنفس السعر، سعر واحد اهو، ما عنديش في اي حاجة ايه تانية، لان طبقا دي طريقة الاول ايه متوسط التكلفة. اشتريت عليه 500، يبقى دي 800 في 10 زائد 500 في 12 على 800 زائد 500،
يبقى 8000 زائد 6000 يبقى 14000 على 1300. 14000 على 1300 هيدينا متوسط تكلفة تقريبا 10.8. حاجة أصرف في 9.8 هصرف بكام؟ في 9.8 الصرف هيبقى ب10.8، هضربهم في 300. في 15.8 برضو الصرف هيبقى ب10.8، ب10.8، يبقى هضربها برضو فين؟ في ايه؟ الايه؟ ال 600. هاجي بقى في 5 في 20.8 هحسب متوسط جديد. المتوسط الجديد ده هيبقى عبارة عن ايه؟ انا هنا كان عندي 1300 واحدة، صرفت منهم 900، يبقى بقى عندي 300 في 10.8 زائد 1000 في 15 على 1300، واحسب متوسط جديد وهكذا. يبقى بعد كل عملية صرف بيتم حساب متوسط جديد. ده الايه؟ المنصرف من المواد وكيفية تسعيره. المشاكل الأخرى إن شاء الله نستكملها مع بعض في هذه المحاضرة المقبلة، لكن لازم تعرف إن ده التسعير بالطريقتين دول، الأول في الأول ومتوسط الإيه؟ التكلفة. متوسط التكلفة بعد كل عملية شراء بحسب متوسط جديد، تعرف تحسبه. المتوسط ده بستخدمه في تسعير المنصرف وفي تسعير الرصيد. في الأول في الأول بس بنصرف بأول الأسعار، والرصيد يكون من آخر الأسعار. بكده نكون غطينا ببساطة كيفية تسعير المنصرف. كده احنا غطينا المنصرف. إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة الجاية نبدأ بمشاكل العملية بتاعتنا، ثم ننتقل لعنصر آخر. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.